تقدر؟ وكذبت هنا في نهاية المحاضرة دي بباهلك. بكرة في مناسبة في رفاعة أنا متوقع وي. لو جاء في الصيوان من السيستعد بوقفك قدام الملأ وباهلك أمام الناس، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وأنا جاهز أي كلمة. لو ما ذكرت قول الله تعالى قبل أن آتي إلى هذا المكان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما بقوله والله. وهذا الرد الذي قلته وفندت فيه رده أباهله فيه في الدنيا، ولو وقفنا وبيننا لظى. شفت قدامنا جهنم ودار المحشر في يوم قال الله فيه، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نقف قدام الله كذي يا حسن، الكاذب والذي لبس أو نسي وفعل وفعل، الله سبحانه وتعالى يفصل بين العباد يوم القيامة. وفي الدنيا أنا جاهز لأي مباهلة في أي وقت.